السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي بريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغرب العظيم. اليوم الإخوان البوليساريو نظمت واحد الوقفة في مدينة نونت الفرنسية تنديدا واستنكارا بل وضد الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء المغربية. هذه الوقفة اللي نظمت البوليساريو في فرنسا جمعوا فيها عناصر بوليساريو تقريبا جاءوا حتى من بلجيكا، من إسبانيا، جاءوا الكيران، جاءوا من جميع مناطق فرنسا وتجمعوا في مدينة نونت الفرنسية احتجاجا أو استنكارا أو ضغطا على فرنسا من أجل التراجع على موقفها التاريخي دعما لمغربية الصحراء. فهذا الاحتجاج أو هذا المظاهرة كتجي بالتوازي مع احتفالات البوليساريو بما تسميه الانتصار التاريخي، القرار أو التقرير صادر عن المحكمة العدل الأوروبية بخصوص الصيد البحري والفلاحة مع المغرب. فالبوليساريو كتروج لساكنة مخيمة تندوفو، كتروج إعلاميا على أنه أوروبا ككل باسم المحكمة العدل الأوروبية كتعترف بأن البوليساريو هي الممثل الشرعي الوحيد لما تسميه الشعب الصحراوي، وأن المغرب والصحراء إقليمين منفصلين والمغرب لا علاقة له بالصحراء، هو فقط احتلال. هذا هو بعد ما تروج له البوليساريو في إعلامه وعبر أبواقه ومرتزقاته. في نفس الوقت نطرح سؤال: إلى عاد الاتحاد الأوروبي أوروبا ككل ودول أوروبا واخذ هذا الموقف على أن المغرب احتلال ففرنسا جزء من أوروبا، لماذا هذا الاحتجاج؟ علاش اليوم نظمته وقفة احتجاجية حاشدة جمعوا فيها جميع مرتزقتكم في وسط نونت احتجاجا على موقف فرنسا؟ مهما أنه كتشوفوا على أنه قرار أو تقرير محكمة العدل الأوروبية عنده أهمية أقوى من موقف فرنسا، فعلاش أنتم اليوم محتجين ضد قرار تاريخي لفرنسا باتخاذها موقف داعم للصحراء المغربية أو موقف داعم للحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية؟ هذا يبين بعد على كذبكم، نفاقكم، تضليلكم، صنعكم الإشاعة، لأنه الموقف محكمة العدل الأوروبية ما عندوش نهائيا أي تأثير على دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في مجلس أمن، أخص أعضاء مجلس الأمن الدائم والعضوية كيف فرنسا. فرنسا ما هي كيف عدد كبير من دول أوروبا. فرنسا ما يمكنش نقارنها مثلا مع أوكرانيا، مع سويسرا، مع أي دولة تانية. فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن. فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بين 5 أعضاء مجلس الأمن معترفين بمغربية الصحراء، داعمي الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية. ونضيف عليها دولة أخرى اللي قوية في قضية الصحراء المغربية واللي هي إسبانيا، واللي إسبانيا تسمى أصدقاء الصحراء الغربية. من هم أصدقاء الصحراء الغربية؟ أصدقاء الصحراء الغربية هم اللي مخولهم يتكلموا ويتحركوا في قضية الصحراء، 5 أعضاء في مجلس أمن زائد إسبانيا المسؤولة تاريخيا على قضية الصحراء المغربية بصفتها مستعمرة ومخلفة هذا النزاع بين البوليساريو والمغرب. فالإسبان والفرنسيس والأمريكان دول عندهم تأثيرهم في مجلس الأمن ودول عندهم تأثيرهم دوليا بخصوص قضية الصحراء، هذو معترفين اليوم بمغربية الصحراء إما بالحكم الذاتي مقترح داعمينه أو الولايات المتحدة الأمريكية اللي معترفة بكامل السيادة المغربية على جميع التراب الصحراوي المغربي. إذن الإخوان، وقفة البوليساريو اليوم واحتجاجهم على الرئيس الفرنسي وضد فرنسا في مدينة نونت الفرنسية هو يأكد جوال على أنه قرار أو تقرير محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد والفلاحة لا أهمية له ولا تأثير له على قضية الصحراء المغربية. وكيف قال وقرر
السيد ناصر بوريطة على أنه قضية الصحراء المغربية تناقش في مجلس أمن. أواخر هذا الشهر كاين قرار مجلس الأمن اللي كيصدر كل سنة يوم 31 أكتوبر. القرار الأخير اللي كان في 2023 قرر فيه مجلس الأمن تمديد مهمة بعثة المينورسو، وإحنا مازلنا فقط أيام على قرار مجلس الأمن لسنة 2024. واضح وضوء الشمس على أن مجلس أمن سيمدد مهمة بعثة المينورسو لعام إضافي حتى سنة 2025. سيؤيد بطبعة الحال كسائر القرارات الأخيرة مقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية. هذه الوقفة اللي عرفتها اليوم نوط الفرنسية شارك فيها واحد المجموعة من الأشخاص حاولوا يتخفوا وما يبانوش، حاولوا ما يظهروش وجوههم. احنا كنعرفوهم حقيقة وكنعرفو خباياهم، وحنا على دراية على أنه عدد كبير من الصحراويين اللي مستافدين من المغرب ويستافدوا من القنصليات المغربية ويستافدوا من السفارات المغربية ويجوا للمغرب بطاقات وطنية مغربية، عندهم رجل وقدم ويد وكراع مع البوليسانيو. وهذا اللي يالتو احنا نشتغلوا عليه كمواطنين مغاربة، نفضحوهم، فضحوهم في وسائل التواصل الاجتماعي، تفضحوا السلطات المغربية، الجهات المغربية، القنصليات المغربية، السفارات المغربية، ما يعودوش يتعاملوا معهم كمواطنين مغاربة، وإنما يتعاملوا معهم كعناصر بوليساريو خونة. نشوفوا أخوتي بعد الفيديوهات، حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم. هذا يوم وحدة وطنية، ونحن مقدمين على قراءة كافة انتخابات في اسم الوطن. كلما حاول المغرب تجسيدنا وكلما سعى إلى ذلك واجهناه بوحدتنا وقوتنا واتفاقنا وراء الجبهة الشعبية تحرير صوب حول الوطن. يحضر معنا كذلك بالإضافة يعني إلى مكتب الجبهة بولايات المغرب، يحضر معنا مسؤول الجاليات بعرفة الأخ محمد الربعوة، وكذلك بلدية مطرمان المتمثلة برئيس البلدية، وبرلمانيين من برلمان الحكومة المصرية. إذا نرحب بهم جميعا وأدعوكم أجلاً مجددا للمنصات والالتزام. كل الوطن لا بديل، لا بديل كل الجمارود. الرجال والنساء سبع أحسن عنايات. كل الوطن لا بديل، لا بديل. إذا هذه رسالة لازم نوصلوها، وهي التفافنا وراء الجبهة الشعبية وقوة وحدتنا حتى تحقيق الهدف المرسوم ألا وهو الاستقلال الوطني والرجوع إلى أرضنا الصحراء الغربية عاصمة العيون. Thank you.
أحلام الأنظمة الإمبريالية، وكان بداية أحلام الأنظمة الإمبريالية، وكان بداية تكلموا عن دولة Thank you.
شباب المهاجر